السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية يا شباب. طلاب 11 هاي وطلاب 11 واو. اليوم عندنا درس سلسلة المراجعات، بلشنا بالواحد إن شاء الله السابعة. اليوم خلصنا درسها وكل شيء، اليوم راح ناخذ إيش القواعد تعاونها اللي هي أزمنة المستقبل، الثلاث أزمنة. طبعا اليوم راح يكون شرحنا بشكل مقتضب ومختصر لأن أخذناها بالحصة وأخذنا عليها أوراق عمل، فالمفروض أنكم أنتم تكونوا واصلين مرحلة فيها جيد جدا وفاهمينها بالشكل المطلوب. أوكي، طبعا إحنا بالوحدة السابعة فود تيبل، الوحدة السابعة العنوان الدرس اللي هو أزمنة المستقبل future tenses. طبعا بنحكي هون عن ثلاث أزمنة مختلفة. راح نبلش بالزمن الأول. الزمن الأول اللي هو لزمن المستقبل البسيط اللي احنا بنستخدمه واللي احنا بنعرفه، اللي هو طبعا بيأتي على الشكل الآتي. في عنا will اللي هو المودل فيرب، الفعل المساعد helping verb. في عنا base form اللي هو الفعل المجرد. يعني مثال I will dance tomorrow، سوف أرقص غدا. غدا إشارة تدل على المستقبل. will dance هو الفعل، ولاحظ ان الفعل بيتكون من كلمتين. احنا فعل اللي هو عندنا will اللي هي ال helping verb، وعندنا dance اللي هي ال main verb. David will be late، سوف يكون David متأخرا، سوف يتأخر. في عندنا will اللي هو الفعل المساعد، الجزء الأول من القاعدة أو من الفعل. وعندنا be اللي هو الانفينيتيف أو الفعل المجرد أو الفعل الأساس أو الفعل رقم واحد اللي هو be. أوكي، indicators tomorrow الإشارات التي تدل على هذه القاعدة اللي هي كلمة tomorrow غدا. يعني لما نشوف هاي الكلمات هون باللون الأصفر بنعرف إنه لازم نحل على هذه الصيغة will زائد الفعل. indicators الإشارات tomorrow غدا، next وبيجي معها ظرف مكان، مثلا next week، next year الشهر القادم، السنة القادمة، أو a date in the future مثلا زي 2000 مثلا و22، يعني تاريخ في المستقبل. طبعا أي تاريخ في المستقبل يعتبر إيش كمان مستقبل. مهم جدا شباب إنه نعرف الشكل، الشكل له أهمية كبرى، الويل وهو الفعل، عشان نميز هذا النوع البسيط المستقبل البسيط عن الأنواع الجاية. عندنا هون تايم لاين او رسم للزمن، بنشوف انه هون عندنا الباست الماضي، طبعا احنا بنحكي شو عن الماضي. عندنا البريزنت الحاضر اللي هو هاي الاثناء، وفي خط اللي هو فاصل بين المضارع وايش فيوتشر المستقبل. الزمن اللي بحكي عنه انا هون راح يصير ايش في نقطه في المستقبل في الفيوتشر. اوكي، راح يصير في نقطه في الفيوتشر انا بحكيها هون، مثلا سوف اقوم، بتكون ايش هذه النقطة في المستقبل هي tomorrow او اي شيء يدل على المستقبل او اي وقت المقصود هون، اي وقت في ايش المستقبل. اذا ضروري نحفظ هاي الكلمات الانديكيتورز الاشارات، ونحفظ زي ما حكينا الفورم او الشكل اللي احنا ملخصينه في شريحة رقم 2. زي ما احنا شايفين هون في عنا الفورم الشكل will زائد base form of the verb او v1 اذا بتحب تسميه، او اللي هو الفعل في الحالة الاولى زي will play مثلا، will read، will write، will continue، will have، will be. كل هاي جاءت في الحالة الاولى للفعل. من هون انه مذكر انه هذا النوع البسيط اللي هو will هو الفعل الاول. في عندنا هون بعض الأمثلة، مثلا my mother اللي هي subject، will retire next year سوف تتقاعد أمي من عملها السنة القادمة. في عندنا will، في عندنا retire، retire يتقاعد اللي هو في الحالة الأولى. في عندنا إشارة هون في الجملة اللي هي إيش next year، next year تدل على مستقبل البسيط. الجملة الثانية I will call سوف أتصل به بقدر الإمكان بسرعة. I will call will اللي هي الفعل المساعد، وكول اللي هي الفعل او الفعل الرئيسي اللي هي بهمنا هون. اوكي، اذا الفعل حكينا هون بتكون من كلمتين. ليش انا بشد عدد الكلمات بالفعل؟ لانه راح نشوف بالانواع الجايه شباب او القادمه اللي اخذناها
النوعين الثانيين، راح نشوف انه الفعل راح يطول، يعني يصير عدد كلمات اكثر من هون. عشان هيك هون بسيط، كلمتين ويل كول، ويل زائد الفعل، ويل زائد الحالة الأولى من الفعل. طبعا بالاختبار بيجيك الفعل بين أقواس، مثلا فعل إكس، فعل كذا، فعل بلاي مثلا، وأنت بالفراغ بدك تحط إيش؟ ويل وزائد الفعل بالحالة الأولى، زائد فيرب 1 زائد الفعل بالحالة الأولى. فضروري انك انت تحفظ شكل القاعدة والكلمات اللي بدل عليه. اوكي، الجملة الثالثة، we will overcome the problem، سوف نتجاهل او نتغاضى المشاكل. عندنا will و overcome الفعل الرئيسي، we will live سوف نعيش، will و live في المنزل، سوف نعيش في المنزل، we will try سوف نحاول أن نتواصل الأسبوع القادم. عندنا next week زي ما حكينا، next year هي هذول الإشارة next تدل على زمن المستقبل. أوكي، هذا بالنسبة كان للإيش؟ للحالة الأولى أو الفعل الأول اللي هو المستقبل. أوكي، هلا راح نشوف الأفعال أو النوعين الآخرين المعنى بالدرس. في عنا كمان نوعين شباب. أوكي، إذا النوع الثاني هون رقم اثنين اللي هو Future Progressive Tense أو Future Continuous اللي هو المستقبل المستمر. هذا الزمن بتميز بأنه شكله كالآتي، بيجي عندنا will be زائد present participle، المقصود فيه هون يعني الفعل زائد ing. يعني نطلع على أمثلة، I will be finishing، واحد اثنين ثلاث، تكون الفعل هون من ثلاث كلمات، مش زي الفعل البسيط تكون من كلمتين، هون عندنا ثلاث كلمات هو المكون الأساسي للفعل. I will be fishing، سوف أكون أصطاد غدا. Lan will be singing، سوف تكون تغني. عندنا will و be، والفعل اللي راح نحطه معها راح يكون في نهايته إيش؟ ing. I will be fishing، I will be singing later. هلا هذا اللي هون الموجود بعلمكم اياه هون مهم جدا. شو الاشارات اللي بتدل على هذه القاعده ومن خلالها بامكان نميزها عن القاعده الاولى ونحلها؟ فين indicators مؤشرات او اشارات time or time، يعني في عندنا كلمات time او times، في عندنا هون كلمه time بتكون موجوده بالجمله. بلاحظ هون زي ما اخذنا تتذكروا بيجي عندنا مثلا وقت زمني 20 minutes، وبيجي apostrophe days apostrophe years time apostrophe. اذا نميز بهذه القاعده من القاعدتين، من القاعده الاولى والقاعده راح تيجي الامام، انه هو ايش؟ بكون عندنا وقت زمني مثلا 2 minutes time، ان مثلا 10 days time، ان 3 years time، بكون عندنا كلمه time موجوده بالجمله لازم، زائد بكون انه في وقت، تعداد للوقت، وفي إشارة هون زي ما انتم شايفين اللي هي الأبوستروفي اللي هي إيش ال خلينا نسميها الفاصل اللي هي بالأعلى اللي هي تدل على هذه القاعدة أو تدل إنه لازم نحل بهذا الشكل. أوكي، هذا بالنسبة للشكل القاعدة هاي. طيب شو بالنسبة للمعنى؟ إحنا حكينا إنه الفيوتشر سيمبل شيء يحصل، نقطة موجودة في المستقبل سوف تحدث. الاختلاف هنا انه نحكي انه طبعا كل الفعل راح يصير بزمن المستقبل هون، لكن عند حدوثه بالمستقبل شباب سوف يكون فيه استمرارية. يعني لاحظوا مكتوب هون ongoing activity in the future، نشاط مستمر او متواصل في المستقبل. اوكي، راح نشوف هنا انه في زمن المستقبل، لاحظوا كيف انه في استمرارية هون، مش نقطة وصار وانتهى، انه الفعل لما يحدث بالمستقبل سوف يكون في استمرارية. طبعا راح ناخذ امثلة عليها، يعني انا بحكي عن شيء بزمن المستقبل ولما يصير في زمن المستقبل انا راح اكون اعمله بشكل مستمر. اوكي، راح نشوف ان شاء الله بالايش بالامثلة الجاي. كمان مرة هون الشكل form 3 words ثلاث كلمات، will be والفعل ing، will be والفعل ing زي ما حكينا هون او كمان بالقاعدة الاولى، انه بهذا الزمن انا ما بهمني اذا كان مفرد او جمع، يعني مثلا I am John Mary، ما بهمني هون مفرد وجمع لانه كلهم راح يجي معهم will، وزي ما حكينا will ما بتتصرف كالفعل الرئيسي وما خصها بهاي الامور.
التركيز هون أكثر زي ما حكينا على موضوع حفظ شكل القاعدة والمعنى. المعنى هون شيء يحصل، شيء متواصل، نشاط متواصل ongoing activity that happens in the future، والذي سوف يحصل بالمستقبل. زي ما حكينا هون شايفين انه مستمر بالمستقبل، مش زي النوع الاول اللي هي نقطة وفقط. اوكي، نقطة سوف تحدث في المستقبل، ممكن ممكن لا. هون شيء اكثر تعقيدا نوعا ما، وشيء في استمرارية. راح نشوف بالشريحة اللي بعدها كيف شكله زي ما اخذنا بالاولى، وامثلة ايضا عليه. مثلا في عندنا form الشكل زي ما حكينا will be plus verb plus ing، بيجي عندنا كلمة will be. مثلا it will be raining، it will be raining الverb زائد ing، it will be raining at this time tomorrow، سوف تكون تمطر السماء في نفس هذا الوقت غدا. شو بحكي هون؟ بحكي عن زمن المستقبل، شيء راح يحصل بالمستقبل، لكن عند حدوثه، وبركز بهي الكلمة شباب، عند حدوث هذا الشيء أو الفعل أو نشاط المستقبل سوف يكون مستمرا، سوف يكون مستمرا، لن يحصل فقط، بده يكون في استمرارية، في continuity، في progressive، في بده يكون إيش؟ في progress، راح يكون ماشي ومتواصل ومستمر. هاي الجملة كمان مرة، it will be raining at this time tomorrow، سوف تكون تمطر السماء في هذا الوقت من غدا. لسه الفعل ما صار، راح يصير بالمستقبل، بس انا ايش بحكي لما يصير بالمستقبل؟ لازم يكون ايش؟ لازم يكون في استمرارية. وهذا هو الاختلاف عن القاعدة الأولى. بالقاعدة الأولى ان ويل والفعل فقط، سوف يحصل، لسه ما يعني ممكن يحصل، ممكن يكون بعيد جدا الفعل. هون بالكونتينيوس راح يكون مستقبل قريب اكثر الي، وانا نوعا ما متاكد منه. اوكي، الجمله الثانيه مثلا he will be visiting his friends this time next week، سوف يكون يزور اصدقائه مثل هذا الوقت الاسبوع القادم. طبعا هون زي ما انتم ملاحظين في كلمه time، this time، this time، زي ما حكينا بالشرح، بترجعوا على الفيديو لورا على السلايد اللي قبله او الشريحه اللي قبلها، حكينا انه بيجي عندنا مثلا كلمه تايمز مع ابوستروفي، بيجي مثلا 10 years time، بكون عندنا فاصل. وراح اشوف بتمرين الكتاب ان شاء الله لما نيجي نحلها انه في عندنا هاي الابوستروفي اللي هي بتدل على هذه القاعده، لانك انت لما تيجي تحل بدك تطلع على الاشارات والكلمات الداله، حتى لو انت نوعا ما فهمت معنى الجمله، بامكانك انك تحل زي ما كنا نحكي لكم بالحصص الفعليه، انه احنا هون بنطلع على القاعده اشكال بتدل عليها، وجود اشارات ممكن تساعدك في حل التمرين، هو الشيء اللي انت بتكون في الامتحان دور عليه. مثلا she will be watching TV، سوف تكون تشاهد التلفاز. مثلا غدا مساء، او غدا ما بين الساعه 7 والثامنه. اوكي، this time tomorrow، في هذا الوقت، لاحظوا كلمه time، this time tomorrow، في هذا الوقت غدا شو راح يصير؟ will be working on our project، سوف كنا نعمل على ايش؟ على مشروعنا. will be working، سوف نكون نعمل. هون ايش انا ايش بعمل؟ بحدد نقطة بالمستقبل، لما تصير هاي النقطة او نصلها راح اكون انا فعلي في استمرارية ولن يتوقف هذا الفعل. اخر جملة هون they will be writing letter to each other، سوف يكونون يتراسلون ويكتبون رسائل فيما بينهم. they will be writing، هون نحكي عن زمن المستقبل كمان مرة، لاحظ ان الفعل كمان مرة ثلاث كلمات will be writing letter to each other. تمارين الكتاب بشكل عام اوضح اسهل من هاي الامثله. انا حبيت اجيب يعني ماده خارجيه في البدايه، ولما نيجي ان شاء الله نسوي مراجعه بالكتاب بكل امور ان شاء الله ابسط. بشدد وبعيد وبذكر شباب انه هاي الفيديوهات لمصلحتك، انك تفتحها تسمعها اكثر من مره على راحتك، هي موجوده على اليوتيوب، ممكن تحط هيدفونز سماعات تسمع على راحتك، توقف الفيديو تسمع الجمله كمان مره، تكتب دون ملاحظاتك عندك، تشوف شو ايش المناسب لك، قلم ورقه او لوح، او ممكن على التلفون تعمل سكرين شوتس، تصوير الشاشه، اي طريقه. المهم جدا ان احنا ايه شباب ندرس هاي الفيديوهات. طبعا انا لحد هلا اعطيتكم اختبار واحد، ان شاء الله راح يكون في اختبارات قادمه اكثر شموليه. اوكي، هذا كان بالنسبه لايش؟ للزمن الثاني. هلا ظل عندنا زمن واحد،
كمان مرة احنا اخذنا present simple will والفعل، اخذنا present continuous اسف future، اخذنا future simple will والفعل، اخذنا future continuous will be والفعل مع ing. النوع الثالث شباب اللي هو future perfect tense. future perfect tense اللي هو شباب المستقبل التام. طبعا وتتذكروا لما شرحنا بالحصة ركزنا على كلمة perfect التام وسألناكم سؤال شو يعني كلمة التام؟ التام جاوبتوني التام هو الشيء الذي حصل وانتهى، الشيء اللي راح يتم او يخلص او ينتهي في لحظة معينة. طبعا ما دام حكينا مستقبل تام يعني الزمن اللي بده يصير فيه هذا الفعل ويتم، انه زمن ماضي ولا مضارع ولا مستقبل؟ طبعا المستقبل، نحكي عن المستقبل التام. شكله زي ما راح نشوف will have، تذكروا حكينا اول بي will be مع البريزنت مع الكونتينيوس، هون بيجي ايش؟ will have plus past participle او verb 3. زي ما انتم شايفين هون احنا بحاجه لتصريف الفعل الثالث، وكثير فيديوهات قواعد كل حكينا لكم لازم يكون عندنا مخزون من تصريف الافعال مش راح ننجح في عمليه التعليم. اوكي مثلا جون will have gone by then، سوف يكون جون رحل، أتم ذهابه وتم رحيله حينها، ركزوا على كلمة باي باي ذن، بحلول اللحظة تلك اللحظة بالمستقبل هي باي ايش؟ وي ويل هاف، هي ويل هاف جان، سوف يكون قد ذهب، وراح يتم فعله لما نصل هاي اللحظة راح يتم هذا الفعل. لاحظوا الفعل هون بتكون من ثلاث كلمات اللي هي شباب ويل وهاف والتصريف الثالث للفعل جو اللي هو gone. اوكي مثال الثاني I will have eaten before 9 o'clock، سوف اكل او اكون اتميت الطعام او فعل الاكل قبل الساعة التاسعة. هذا الزمن راح يصير بالمستقبل، سوف اكون اتميت الطعام قبل الساعة التاسعة، كله بالمستقبل بس في فعل راح يصير قبل او وقت حلول الساعة التاسعة قبل وقت معين. اذا هون في عنا موضوع التم او شيء يصير ينتهي حدوثه. اوكي نيجي اول شيء قبل ما نحكي عن السياق الزمني تايم لاين، هون بدنا نحكي شباب عن الانديكيتورز المؤشرات او التلميحات او الكلمات التي تكون موجوده بالجمله وبنحل على اساسها على هذا الشكل اللي هو الويل والهاف وتصريف الثالث. في عنا كلمه باي، باي هون معناها حين في الوقت الذي after بعد، انه ممكن الفعل تبعي اللي يصير مستقبل يتم او يخلص بعد شيء معين، عكسها before ممكن يصير فعلي ينتهي قبل حلول شيء اخر، او ان في الوقت المحدد اللي هون المقصود فيها. كل هاي المؤشرات هي مؤشرات زمنية اشارة لحدوث شيء بدءه انتهائه او قبله او بعده. اوكي هذه الاشارات نحفظها غيبا، الانديكيتورز او هاي الاشارات الباي والافتر والبفور والان تحفظ غيبا، وجودها بالجمله بيسهل علي الحل وبكون عارف اني انا ملزم بهذا الشكل اللي هو ويل وهاف والتصريف الثالث. اوكي في عنا هنا التايم لاين او السياق الزمني للحياه، في عنا الماضي طبعا احنا ما بنحكيش عن الماضي هون، في عندي البريزنت هون ما بيهمني، انا بيهمني هون المستقبل. لما فعل يصير بالمستقبل at this time the future activity will be completed، لما يصير بالمستقبل شايفين راس السهم هون الاكس هون، هون انتهاء فعلي او completed يعني ايش؟ perfect يعني تم خلص في هذه النقطة. هلا خلص او تم قبل شيء بعد شيء، طبعا هذا الكلام ايش بحدد الجملة نفسها، لكن أنا ضروري أكون عارف معناها. كما مرة حكينا المستقبل التام future perfect things at this time the future activity will be completed، في هذا النقطة سوف يحصل في نقطة بالزمن المستقبل بكرة بعده إلى آخره بعد سنة، لكن لما يحصل راح يتم الفعل أو ينتهي قبل شيء معين. يعني مرات في الأشياء بتكون في أشياء متطلبات إننا نسويها بالحياة لازم نخلص من شيء وننتقل على شيء آخر، أو ممكن أنا مثلا أعطيكم موعد لامتحان وأحكي لكم إنه لازم تكون خلصين دراسة قبل الموعد، إذا هون ضروري الفعل يكون إيش؟ completed مكمل خلص مش مستمر ولا بسيط. أوكي لازم يكون completed
بيرفكت تمام، منتهي منه الفكر. اوكي، هلا ناخذ نفس الشيء امثله عليه. اول شيء شكله كمان مره، شكل شباب will have plus the past participle. كمان مره past participle هي verb 3، يعني بدون ما انت تدخل في متاهات. هون بنحكي عن will have والتصريف الثالث الفعل، ولازم انت تكون على درايه وعندك حفظ ومخزون جيد من تصريف الافعال الى الحاله الثالثه، والا سوف لن تنجح في فهم هذه القاعده وغيرها. كمان مره عندنا will have زائد ايش؟ verb 3 اللي هو التصريف الثالث للفعل. اوكي، مثلا باي، ركزوا هون على امثله، انا اكزامبلز امثله. باي نيكست ويك، بحلول الاسبوع القادم شو راح يتم؟ شو راح يصير؟ وي ويل هاف ايرند لوتس اوف ماني، سوف كن اتممنا الحصول على كميات كبيره من المال. الجمله الثانيه، اي ويل هاف بريبيرد بريكفاست باي، لاحظوا وجود باي بالجمله. ذا تايم ذا تشيلدرن ويك اب، لقد اتممت تحضير الطعام او طعام الافطار في حين في الوقت الذي صحوا الأطفال من النوم. الفعل تبعي أنا هون تحضير صار بالضبط قبل بشوي، يعني أنا خلصت فطور من هون تحضيره وأطفال صحوا من النوم. هون في عنا إيش؟ زي تزامن بالوقت، بس أنا فعلي صار قبل أسري وفعلي إيش؟ انتهى هون بالأسود. فعلي تم قبل إنه إيش؟ هم في قم من النوم الأطفال. The rain will have stopped by tomorrow. سوف ينتهي تنتهي السماء من المطر، أو الدنيا من سوف ينتهي تسقط تنتهي سقط الأمطار by إيش؟ by tomorrow، بحلول الغد. by tomorrow هو الزمن اللي أنا محدده وفيه راح يتم إيش؟ stopped، توقف هطول الأمطار. زي ما حكينا هون ما بفرق عندي اذا وجود مفرد الفاعل كان مفرد او جامع، لانه بالنهايه نفس الجواب راح يكون. في عنا هون they won't have been، حكينا will ممكن تيجي جمله منفيه بحيث انه will هي الحاله الافيرماتيف اللي هي الموجبه، والحكينا النيجاتيف اللي هو will not، وبنختصرها في ايش؟ won't. يعني will not كتبناها على الدفتر شو الدفاتر، will not شباب اللي اصلا won't. They won't have been married by next year. بحلول السنة القادمة سوف لن يكونوا متزوجين. مش هلا أنا بحكي لك عن نقطة بالمستقبل راح يتم عدم زواجهم في السنة القادمة. By that time، في حلول ذلك الوقت، كمان مرة ذكرت أن by I will have finished my homework. بحلول ذلك الوقت سوف أكون أتممت حل وظائفي. زي ما أنتم شايفين هاي الأنواع الثلاثة طريقة مختصرة شرحناها، لأنه في عنا تمرين في الكتاب شباب، ولأنه أعطيناكم أوراق عمل، وطبعا تمرين محلول عندكم على الكتاب لا شك، لأنه نحن بنحكي عن مراجعة. أي شخص زي ما حكينا حاسس بحكي بسرعة ماشي بالشرح شوي سريع، هذا فيديو بإمكانك تحضره أكثر من مرة، بإمكانك تكتب ملاحظاتك، بإمكانك تستعين بشخص يدور لك ملاحظات ويفسر لك الجمل إذا أنت حاس حالك مش فاهمها. كثير طلاب توجهوا لي، طبعا زي ما حكينا الطالب اللي مش عارف كيف بده يدرس، طبعا احنا هون عم نشاهد فيديو تدوين ملاحظات، يعني مش اشي صعب. كل الجهد علي انا، انت الجهد اللي عليك انك انت تفتح الفيديو. بامكانك تستعين بزملائك الموجودين كمان على الواتساب معنا في المجموعه، في كثير شباب مستعدين انه يساعدوا. اهم شيء شباب مشاهدات الفيديو، لانه زي ما حكينا راح يكون في ان شاء الله تقييم للأمام شوي، بس ننهي المراجعة إن شاء الله راح نعمل تقييم شامل كل سلسلة اختبارات يومية ممكن تكون عشان يكون الحل لكم أسهل، ويعطيكم ألف ألف عافية.